كيف بتغير لمبة؟ أكيد كل واحد قري العنوان اتساءل بينه وبين نفسه، شو هالموضوع السخيف؟ مين ما بيعرف يغير لمبة؟ صحيح إنه تغيير اللمبة أمر سهل جدا، بس في كتير أشياء لازم ننتبه لها حتى ما تحدث مشاكل بسبب الطريقة الخاطئة المتبعة عند بعض الأشخاص. ولهالسبب قررت أعمل حلقة خاصة عن هالموضوع. أول شغلة بنعملها بنقطع تيار الكهرباء عن الجهاز اللي بدنا نركب له اللمبة، وبأيد الجافة بنمسك اللمبة ونتحقق من عيارها. هيدي مثلا 100 واط. بنرجع بنتحقق من قوة تحمل الجهاز اللي بدنا نركب له اللمبة. هالشغلة كتير مهمة، لأنه إذا تجاوزنا الحدود اللي محددتها الشركة المصنعة ممكن نسبب حريق بالمنزل. عندي هون مضيء، مثل ما شايفين الشركة المصنعة ذاكرة انه قوة تحمله 60 واط. اذا اللمبة اللي معي غير ملائمة، قوتها بتتعدى قدرة تحمل المضيء. لو ركبتها ممكن تسخن بدرجة حرارة ما بيتحملها وتسبب اذابة للمواد المصنعة منها واحتراق الاشرطة وامتداد النيران لكافة انحاء البيت. فلازم نركب له لمبة بعيار ملائم 60 واط او ادنى 40 واط. مثلا عندي هون لمبة 60 واط بقدر ركبها بكل امان، ببرغيها باحكام وبنعومة، بس بتفيدها اني شدها لانه مع الوقت ممكن تلتصق بالجهاز ويصير فكها مستحيل، فبتنكسر الزجاجة وبتعلق القاعدة بالجهاز. وفي حال صار معكم هالشي شي يوم وعلقت الزجاج، هلا ما في زجاج بس مثلا ما تفكوها بايدكم، زجاج اللمبة كتير حاد، الانسب تستخدموا كماشة. ودايما انتبهوا لانه التيار انه او الاحرى انتبهوا انه التيار يكون مقطوع. وبالنسبة إذا كانت الأضواء فلورية في إلها قاعدة بلاستيكية، الأنسب مسكها منها عن تركيبها، لأنها عبارة عن أنبوب حساس ملتوي ممكن ينكسر بسهولة ويلوث الغرفة بمادة الزئبق الخطيرة وينبعث منه غاز مؤذي للصحة. فكونوا حذرين عند تركيب الأضواء الفلورية أو فكها، دايما مسكوها من القاعدة البلاستيكية. ملاحظة كوني عم بحكي عن البلاستيك، اللمبة الفلورية ما لازم أبدا نركبها بفرن الغاز، لأنه الحرارة بتسوح البلاستيك وبينتج عن ذلك صدمة كهربائية وحريق. فالأنسب استخدام لمبة تقليدية لفرن الغاز. الحلقة انتهت. لمشاهدة المزيد اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.